يقول أقوم بتربية النحل للأغراض التجارية، وأنتج سنويا ما بين 80 إلى 100 ألف ريال. سألت بعض العلماء عن زكاة العسل فقالوا لا زكاة في العسل، وأنا غير مقتنع بهذا الجواب، وأزكي على عسلي لكن عشوائيا أي على كامل الدخل، أريد الفتوى منكم جزاكم الله خير. العسل فيه خلاف بين العلماء هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، فيه خلاف، والقريب والراجح والله أعلم أنه لا زكاة فيه، ولكن إذا زكيته من باب الاحتياط وإبراء الذمة هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، وتخرج ربع العشر من قيمة العسل الذي عندك، من قيمته أن تبيعه تحصل على مبلغ من المال كما ذكرت، تخرج ربع العشر من باب الاحتياط الخروج من الخلاف. نعم.